مشاركة ضمت أكثر من 8 ولايات في سباق العدو الريفي الذي احتضنته بلدية ولاد حملة بولاية أم البواقي، كان طريقا لبداية وطنية صممت دار الشباب منهل إبداعها تنظيميا وجمعيات المجتمع المدني سبيل إنجازها ميدانيا. ولم ينسى الجمع تاريخ عبد الستار باقة، رجل ضحى بالغالي والنفيس ليكون اسم المدينة عاليا في الخير والإحسان. كنا نظمناه يعني محليا على مستوى ولاية أم البواقي، فإذا به أصبح نقدر نقول يعني وطني بمشاركة نخبة من العدائين على المستوى الوطني من مختلف الولايات، نذكر منها يعني ولاية شلف، ولاية بسة، ولاية باتنا، العاصمة بومرداس. هذا النشاط أقيم على شرف يعني رجل عظيم غادرنا مؤخرا، اللي هو المرحوم باقة عبد الستار. نشكر كل المشاركين في هذه الطبعة، ونتمنى إن شاء الله تكون طبعات أخرى في المستقبل القريب إن شاء الله، حتى يتم إحياء الرياضة بصفة عامة، وليس ولا نركز دائما على نوع من الرياضات ونهمل الرياضات الأخرى. واليوم راه كل العالم وكل العلماء وكل الأطباء وكل المختصين ينصحوا بالرياضة هذه وما عندهاش عمر. تنوعت مشارب المشاركات من أبطال محليين إلى هواة يستطلعون زوايا المضمار لأول مرة، وعين على أن تكون دورات أخرى. فزت بالصنف من 40-49، السباق كان سباق جيد مليح، مضمار كان مضمار هايل يساعد على مشينا فيه يعني مضمار مليح، مضمار يساعد جدا. كمان نتقدم بالشكر للسلطات المحلية والمنظمين تاع السباق تاع ولاد حملة. تم استدعائي من طرف دار شباب ولاد حملة، نشكرهم على كل حال على الضيافة تاعهم. كانت أول طبعة ولكن كانت أحسن طبعة، نتمنى إن شاء الله يكون طبعة ثانية وثالثة وتكون إفريقية إن شاء الله. فهذه مبادرة طيبة من يعني دار شباب ولاد حملة، والله يعني تلقات يعني انفعال واستجابة يعني مرحب يعني ما شاء الله. المضمار كان مضمار مليح ما شاء الله، كان جو جميل والحمد لله رب العالمين. ونشكر رئيس البلدية ونشكر إن شاء الله المسؤولين اللي نظموا هذا السباق. بداية وفق فيها المنظمون وبادرة محفزة لخلق جو رياضي تنافسي بولاية أم البواقي، مسرحها ولاد حملة في أم الرياضات ألعاب القوى. المرتبة الأولى اللي هو دريزا مراد.